بهذا الشكل. ما هي اسباب هذا يعني هذا الانقسام، هذه الانقسامات الكثيره؟ هل من اسبابها ايضا الضغوط الدوليه على الجماعه؟ الجماعه ما بقتش بتتحرك بنفس الاريحيه اللي هي كانت بتتحرك بيها طول عمرها، يعني حتى غير عدم وجودها في مصر وطردها من مصر او هروبها من مصر وخروجها من مصر، كمان هي في العالم اجمع في كل العالم ما بقتش بتتحرك بنفس الاريحيه الحقيقه. بالتاكيد التنظيم الدولي لم يجتمع منذ عام 13 لم يجتمع التنظيم الدولي، انهيار في تونس، انهيار في الاخوان بتوع المغرب للعداله والتنميه، في عدد كبير من الدول العربيه، السودان طبعا برضو موضوع اللي حصل يعني كل دي خبطات متتاليه للجميع. خبطات متتاليه والمشكله ان الكيانات الموجوده الحاليه شخصيات ضعيفه، سواء ابراهيم منير او محمود حسين، ومشاكلهم كبيره جدا مع الاعضاء، وفي ثوره من الشباب داخل تركيا لان هم للاسف الشديد اخذوا الاموال واعطوها باسماء اولادهم ويعيشون عيشه في قمه الرفاهيه بعيدا، وشباب الاخوان معرضين للخطر داخل تركيا وبيهددوهم دايما بالفصل من الاعمال او الغاء الاقامات وبالتالي الترحيل الى مصر، يستغلوا هذه السطوه الماليه والتهديد للافراد باعمالهم. وبعدين هم مش موضوع الاعلام بس، ده هم انشاوا مدارس وانشاوا مصانع وشركات عقاريه وشركات مقاولات كبيره بعشرات الملايين من الدولارات، يستطيعون ان هو المنح والمنع. كل المشكله في الملف المالي، فكره حل مجموعه محمود حسين وحالته للتحقيق كان المقصد بها الاساسي الملف المالي، وان هم ينتزعوا منه. بس مين يا سامح هيحقق معاهم؟ يعني انت كده بتتكلم انه ابراهيم منير ده صحيح معاه الغرب والعلاقات الدوليه هو اللي بيصدر البيانات، لكن في النهايه معهوش قيادات. هي ده محمود حسين والفريق الاخر او ما تبقى من التنظيم ده اللي معاه باقي ما تبقى من التنظيم، وزي ما انت قلت معاه الاموال بشكل او باخر، سواء حتى صحيح باسامي اولاده او كده. ابراهيم منير معاه قوه اللائحه. وبعدين في نقطه يعني زي ما قال الاستاذ زمان ان هو يتحكم بالغباء السياسي، من اكبر الاخطاء اللي هم عملوها ان اول ما حصل بدايه التقارب المصري التركي راح قعد همام علي يوسف اللي هو يعتبر مسؤول مكتب تركيا مع ما يسمى حزب السعاده التركي اللي هو برضه بيقول اسلاميه او من خلفيه اسلاميه وهو حزب ضعيف بنص في المية، وقعدوا معاه وهددوا. يعني اول ما حصل تقارب يعني بدايه التقارب المصري وتركيا وراحوا قالوا حزب السعاده احنا هندعمك ضد ابو زغير في انتخابات 23. طيب